التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الصاعد 2023، أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الصاعد 2023. نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاعد 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية، حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التي يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب. كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالأعيرة المختلفة. بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوي حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أركان حرب خالد